أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام نزع أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية موزع بمحافظة تعز. وقال فريق مسام إن الألغام التي نزعها كانت مزروعة في الطرقات الرئيسية والفرعية بمنطقة الجاهلية والمناطق المحيطة بها بمديرية موزع، وكانت تشكل عائقا كبيرا لحركة المواطنين وتنقلاتهم. وبلغ إجمالي المساحة التي تم تأمينها أكثر من 290 ألف مربع، وهي عبارة عن ممرات طرق ومساحات زراعية ومناطق تجمعات سكنية.